الثالث يعني اللي هو يعني دايما بنسميه المصائب في نظر البعض دائما متعدده، ما بيشوفش مصيبه واحده، بيشوف اكتر من مصيبه. فده مريض عنده ضعف جنسي بس عنده كمان او ضعف انتصاب، عنده سرعه قذف. تمام. فهو متخوف من انه تركيب الدعامه ماشي انتوا بتقولوا بتعالج ضعف الانتصاب، لكن هل هتعالج سرعه القذف؟ ما هتظل سرعه القذف موجوده في رايه. تمام. هو فعلا زي ما حضرتك اتفضلت ودي اللي بنشوفها غالبا، مريض ضعف الانتصاب بيبقى في الغالب مصحوب معاه سرعه قذف. ليه؟ لان هو طول الوقت متوتر، خايف للعلاقه ما تتمش للاخر، وهذا التوتر هو اللي بيعمل له سرعه قذف. وبالتالي هؤلاء المرضى او هذه الشريحه من المرضى بنطمنهم ونقول لهم ان انت لو عالجت ضعف الانتصاب فانت عالجت السبب الذي يؤدي الى سرعه القذف، وبالتالي سرعه القذف هتختفي. طيب هيقول لي طب يا دكتور ايه اللي يضمنني؟ اقول له والله تعالى نحسبها بحسب القواعد العلميه المعمول بها. انت عندك سرعه قذف، لو كان سببها ضعف الانتصاب فخلاص انتهت، طب سببها اشياء اخرى برضه كانها اتعالجت. يعني ايه يا دكتور كانها اتعالجت؟ انا عايز كلام واضح. كانها اتعالجت تعني ان سرعه القذف اللي عندك دي هيحصل لها واحد من ثلاثه، يا اما هتتحسن يا اما مش هتتحسن يا اما هتزداد سوءا، ده المتوقع في اي حاجه، يا هتتحسن يا مش هتتحسن هتزداد سوءا. طيب هل انا هيحصل لي انهي من الثلاثه؟ نقول له والله مشكله سرعه القذف بالنسبه لك ما يتلوها من ارتخاء. يعني المريض اللي عنده سرعه قذف لو كان الانتصاب مستمر معاه عمره ما هيشعر بمشكله لا ليه ولا للطرف الاخر. طيب انت بوجود الدعامه ضمنا لك ان انت الانتصاب مستمر، يعني بالعربي حتى لو قذفت فالانتصاب المستمر هيكمل معاك العلاقه والطرف الاخر مستمتع، وستتجدد القذف مره واثنين وثلاثه وانت ما زلت انت والطرف الاخر مستمتع. يبقى اذا دي النقطه الاولى او الاحتمال الاول انها ما بقتش مشكله عنده سرعه القذف اطلاقا حتى لو بتحصل حتى لو ما اتحسنتش. طيب من حسن الطالع بقى ان كل الناس اللي بيعملوا دعامات ويبقى عندهم سرعه قذف بيحصل لهم مفاجات جميله، مش هنقول وحشه، جميله، اللي هي يتحسن القذف، ده واحده. الاحسن من كده بقى ان يطول بطريقه هو كان يتمناها. فيعني اللي عنده سرعه قذف مصحوبه بضعف انتصاب يتاكد ويطمن ان دي مش هتبقى مشكله اطلاقا مع وجود الدعم، لان هي المشكله بتاعت الارتخاء الذي يطول القذف ستنتهي بوجود الانتصاب المستمر. واذا افترضنا جدلا ان هي مش هتروح برضه مش هتحسن يعني مع الدعامه، فهو يعني الامور بتزيد اكتر، يعني يا اما انها تنتهي خالص يا اما انها بتزيد المده اكتر، ودي حاجه بيحبها كتير من الناس. اللي هو اللي بيحصل هو يعني في برضه انا قريت بعض التفسيرات لسرعه القذف بتقول انه حالات كتير بسرعه القذف سببها اساسا ضعف الانتصاب. يعني الانسان بيبقى عنده ضعف انتصاب، فلما يكون عنده ضعف انتصاب بيحصل له نوع من التوتر الشديد جدا بسبب ضعف الانتصاب، بيحصل له نوع من السمباثيك ستيميوليشن او من الاثاره عبر الجهاز السمباثيك، هو ده المسؤول عن القذف. فبيحصل على طول انه يصل الى انه يسلم من الجهاز الجار السمباثيك الى الجهاز السمباثيك بسرعه زائده عشان يحافظ او يحاول يمنتين الانتصاب في اثناء الاداء الجنسي، وبالتالي بيأثره بيخليه هو نفسه يبقى شورت ديوريشن او اقل من، وده بالتالي يحصل سرعه القذف في الحاله. ودي دراسات واجريات فعلا وتاكدت. عشان كده احنا اي مريض عنده سرعه قذف بنقول له والله اعمل لنا اشعه عشان نتاكد هل عندك مشكله في الانتصاب ولا لا.